في 3 نوفمبر في عام 1956 ميلادية نزلت قوات الاستعمار البريطاني وتسلمت زمام الأمة في التصدي للاحتجاجات التي عمت البحرين غضبا للعدوان الثلاثي على مصر، وأقدمت على اعتقال 5 من قادة هيئة الاتحاد الوطني وهم عبد الرحمن الباكر وعبد علي العليوات وعبد العزيز الشملان وابراهيم فخرو وابراهيم بن موسى، حيث تمت محاكمتهم في وقت لاحق، ونفي 3 منهم إلى جزيرة سانت هيلانا، ونقل آخران إلى سجن جدة بعد أن وجهت لهما تهمتي محاولة قلب نظام الحكم والخيانة العظمى.